عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. هنبدأ بإذن الله في حل صفحة 168 كتاب المعاصر على قاعدة الغير مباشر. يلا بسم الله. أول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نعمل سبسكرايب ولايك للفيديو. يلا بسم الله. He wouldn't be able to sleep until he had finished the homework. طيب عايزة أقول ايه؟ هي قالت، يبقى she said ماضي زمن ايه؟ زمن ماضي بسيط. تمام. طيب أميرة her sister that. طيب انا عندي هنا مفعول صح؟ انا لما يبقى عندي مفعول بستخدم ايه؟ told. لما يبقى عندي مفعول بستخدم ايه؟ told her sister. تمام. طيب رقم 3 I the shop assistant if the shirt was cheaper I wouldn't take it immediately. طيب هنا shop assistant دي برضو ايه؟ shop assistant دي مفعول. تمام. يبقى انا بستخدم ايه؟ طيب انا عندي if اذا ولو shirt was cheaper I would take it immediately. عايز اقول انا سألتها، ها يبقى I asked the shop assistant ولا told اخبرتها. I asked I told. ليه told؟ انا اخبرتها لو، ها لو كان الشيرت ارخص كنت اشتريته. هو هنا مش سؤال. اوكي. بعد كده I didn't know the shop was shut or not. okay. يبقى هنا whether إذا، يبقى ده السؤال. تمام. طيب بعد كده حازم asked he could leave the lesson early. ها سوري هنا احنا في رقم 5. يارا asked the tourist he came from. طيب هنا سؤال asked، يبقى انا بدور على سؤال when came from when. لا that لا برضو. يبقى where عشان asked يبقى ايه؟ يبقى where. طيب حازم asked he could leave the lesson early. عايز اقول سأل اذا يمكن ان هو يغادر، يبقى whether اذا. تمام. طيب بعد كده the manager asked the secretary the letter the previous week. طيب اول حاجة ده ماضي. تمام. يبقى هنا هنشيل ايه؟ ولا كأني شايفة بتاعت has دي. طيب طيب did you send، هي تنفع did you send؟ لا طبعا انا عندي asked يبقى انا بدور على if. يبقى انا ما عنديش غير ايه؟ if she had sent. يبقى طالما انا عندي asked يبقى انا بدور على ايه شباب؟ يبقى انا بدور على if. اذا سأل اذا. تمام. عماد told me that he had bought his car 3 years. told then مكان now. تمام. دي ago يبقى دي الماضي. طب انا عايزه الماضي بتاعها. دي في الماضي من غير يعني دي غير مباشر، دي مباشر. سو انا عايزه غير مباشر تبقى before. الماضي بتاع ago تبقى ايه؟ before. تمام. طيب كريمة told me that she Arabic then. نفس الكلام then دي الماضي من now. يبقى لما اخرت now بقت then. يبقى دي جمله متاخره. يبقى كان اصلها now، يبقى كان اصلها is studying. طب انا عايزه احولها الماضي يبقى was studying. حولها الماضي تبقى ايه؟ تبقى was studying. تمام. طيب عصام asked me if had I gun. لا طبعا ده مش سؤال، مينفعش if had. if I had gun ماشي. did لا برضو. I will go. I will دي مضارع او مستقبل، يبقى before طبعا if I had gun. تمام. طيب بعد كده I asked him what reading what was he. لا احنا قلنا ما نبدأش بفعل مساعد لان ده مش سؤال. يبقى he is ولا he was. طبعا he was لان الجملة متأخرة لغير المباشر فمنأخر الزمن بتاعها. تمام. تعال نشوف البيج اللي بعد كده. Sama said that she her aunt the following day. نفس الكلام following day. طيب ده دي كانت بدل ايه؟ بدل tomorrow. كانت بدل ايه شباب؟ tomorrow. يبقى كان اصلها will. أأخر will تبقى would. بس كده تبقى ايه؟ would visit. تمام. طيب I سمع what she was doing was doing. يبقى دي في الماضي. wondered سمع ولا asked سمع. طبعا asked سمع. طبعا ما عندي مفعول يبقى asked سمع. ماشي. ممكن لو ما عنديش مفعول يبقى wondered what she was doing. سألت ماذا ايه كانت او ماذا كانت تفعل. تمام. I didn't ask her she would come shopping with us
I forget doing so. ها انا نسيت. طيب هتبقى وذر. وذر هنا معناها طقس، يبقى دي ما تنفعش. ذات ينفع اقول اسك ذات، ما انا قلت اسك بيجي معاها اما وذر اما ايه اف، تمام؟ بس وذر معناها اذا. طيب بعد كده I would like to know. ها he leaves. what he leaves ولا about he leaves ولا where he lives. where he lives اين يعيش، تمام؟ بعد كده we want you to help us please. مصطفى said that they wanted us to help them. غيرت الايه؟ غيرت الضمير wanted us، تمام؟ رودينا told احمد that new dress was expensive. ها يبقى her new dress. her new dress اللي هو ايه الدريس بتاعها، وده طبعا ضمير الملكية. طيب she explained that she couldn't come because the father was ill. ها هي شرحت، دي بدل ايه؟ بدل told او بدل said، تمام؟ يبقى ده في الماضي. today لا طبعا، that day تمام، by then لا، with this day ما تنفعش. يبقى that day هي الوحيدة اللي بتدل على التأخير الزمن. بعد كده my wife replied that she was preparing lunch. ها ده فين؟ في الماضي. طب هو قال was preparing، يبقى ده ايه؟ يبقى ماضي مستمر، كان اصله ايه؟ مضارع. يبقى هنا ايه؟ then. يبقى اخرت now بقت ايه؟ بقت then، تمام؟ بعد كده احمد said he would travel abroad the months. would يبقى دي كان اصلها will، يبقى كان اصلها ايه؟ ها the next months. طب انا شلت next، يبقى ايه؟ the following months، تمام؟ طيب اللي بعده ايمن told his wife that he had visited Aswan. ها ايمن told، يبقى told في الماضي، ماشي؟ he had visited. طب انا اخر الزمن Aswan yesterday، لا ده زمن متاخر، يبقى he visited بس yesterday. the next day، لا طبعا ده مستقبل. the day before، أيوة اليوم اللي قبل كده تبقى the day before، تمام؟ طيب اللي بعد كده عمر said that his favorite drink orange juice. said يبقى في الماضي، ماشي؟ ينفع أقول was being؟ لا طبعا هتبقى was على طول، يبقى بدل is كان أصلها is، أخرت الزمن لإيه؟ لwas. بعد كده وليد said he me late إيه؟ the night after، ماشي؟ the night after، يبقى he would phone me. يبقى would phone دي بتدل على المستقبل، would phone بتدل على الايه؟ المستقبل، تمام؟ طيب my father said that she the medicine twice a day. طيب twice a day ده ايه؟ دي عادة، تمام؟ طب said في الماضي، يبقى اخر الزمن بدل takes هتبقى took. ليه؟ ماضي بسيط اخرت الزمن، تمام؟ مستر محمد told me that he to London the day after. the day after يبقى انا هنا بدل على ها مستقبل، ماشي؟ يبقى had traveled، لا ده ماضي، traveled ماضي برضو. was traveling ولا will travel؟ ثواني. told me was traveling، تبقى was traveling. ليه يا شباب was traveling؟ مش انا عندي شكل من اشكال المستقبل اللي هو المضارع المستمر اللي هو is traveling مع ترتيب وتخطيط وتجهيز، كانت مضارع مستمر لام و از و ار و ايه فعل بعين جي، من اخرها تبقى ماضي مستمر. طيب she said that she go to the club that Friday. that Friday يبقى doesn't want ما تنفعش، can't برضو ما تنفعش، كل دول مضارع و that Friday ده ماضي، يبقى couldn't الوحيدة اللي تنفع هي ايه؟ couldn't، تمام؟ بعد كده عمر if he had had more free time he would have joined a club. يبقى عمر asked ولا عمر wondered ولا عمر said؟ عمر said. عمر يقول لو هو عنده ايه وقت كان هيروح النادي، تمام؟ بعد كده the teacher said that it was time we our lesson successfully. سيد يبقى ده في الماضي، تمام؟ يبقى we ايه؟ we finished ماضي بسيط.
تمام، أخرت الزمن كان مضارع بقى ماضي بسيط. طيب it true that I work too hard she said ها it's a it couldn't ولا it is ما في sorry مش couldn't it's true ليه يا شباب الكلام ده؟ لأن دي جملة أصلا ها مباشرة، دي جملة مباشرة. طب أنا عرفت منين هي مباشرة؟ علامتين التنصيص والكومة اللي تحت، يبقى دي جملة مباشرة. طيب the teacher suggests that ها we are doing ولا we do ها هي أما تبقى suggest على طول من غير that doing، لأما suggest we do suggest وإيه وجملة عادية جدا. طيب سامي has just said that he. طيب أنا أول ما أقول has just يبقى ده إيه يا شباب؟ حاجة لسه حاصلة دلوقتي حالا ماشي his job، يبقى will leave دي بتدل على المضارع، هو لسه قايل إن هو سوف يغادر his job عمله هيسيب الشغل. طيب سهام said that Cairo the capital of Egypt has been ولا had been ولا is the capital ها طبعا is the capital. طب انا ليه قلت is مع ان انا عندي هنا said؟ لان دي true حقيقة، بقول لك ان القاهرة هي العاصمة بتاعة مصر، يبقى ده is true تمام. طيب can you tell me where is the hospital ولا has the hospital ولا the hospital is can you tell me where the hospital is. طب ليه اخترت دي؟ لان هنا غير مباشر عشان عندي where، يبقى ما تنفعش في صيغة سؤال، ما تنفعش ولا صيغة سؤال. طيب she said anyone until I have finished I didn't see ولا I won't see ولا ها wouldn't see ولا hadn't see. طيب اول حاجة هي اي جملة مباشرة يبقى ده ما تغيرش الزمن بتاعها، يبقى I didn't see لا ها I won't see اشمعنى؟ لان until بيجي قبلها ماضي بسيط منفي ماشي، بعدها ماضي تام، يبقى ما ينفعش ماضي تام. wouldn't طبعا دي برضو متأخرة، انا عايزة حاجة مضارع يبقى won't ماشي، اللي هو مش هيشوف اي حد الا لما يخلص اللي هو بيعمله. بعد كده رودينا I was busy making some cake، يبقى سيد رودينا سيد آية ولا أسكس آية ولا سيد تو ولا تولد هي سيد، هي بتقول إن آية مشغولة بتعمل إيه some cakes. طيب my sister that I had broken her tablet complained اشتكت إن أنا broken her tablet إن أنا كسرت التابلت بتاعها. She said wanted me to lend her her my camera. She said that. تمام؟ okay. She said she wanted me. لا هي هتبقى مش say she said that، هتبقى she wanted me. اشمعنى؟ لأن بقول هي قالت إن هي عايزاني ها أعمل to lend her my camera، إن أنا أعيرها الكاميرا بتاعتي. تمام؟ طيب the black car is mine he said the black car was his. قلت he يبقى غيرت الايه الضمير ها صفة الملكية دي بقت mine، بقت بدل mine بقت his. طيب my friend wonders whether I am traveling ها ده الزمن ايه شباب؟ wonders ده مضارع ها مضارع ايه بسيط، يبقى tomorrow، يبقى انا ما اخرش الزمن نهائي. تمام؟ طيب أمير says he working for a computer repair company at present في المضارع. تمام؟ هتبقى ايه؟ هتبقى is. ليه؟ دي is لان انا اول ما بشوف says فعل القول مضارع ها يكون الفعل مضارع اذا كان فعل القول مضارع. اللي ايه هو الفعل القول؟ اللي هو says asks. تمام؟ طيب he said just now. طب انا برضو اول ما اشوف كلمة just now الان، يبقى انا بتكلم ان حاجة بتحصل دلوقتي، يبقى he is a
you car next year يبقى he had bought ولا bought ولا is buying. طبعا هتبقى is buying لان الوحيدة اللي بتدل على المستقبل من دول هي is buying. تمام، مستقبل بالتخطيط والترتيب. نفس الكلام she says she ها نفس الكلام says انا عندي هنا فعل القول. طب تعال نشوف اخر الجملة. am a mechanic as her a car has broken down يبقى ايه she looked ولا had looked ولا has to look. تبقى ايه has to look. تبقى ايه شباب has to look. طيب I invite you to my birthday he tells me he was inviting me ولا he invites me he tells يبقى نفس الفعل القولي يبقى he invites على طول يدعوني. تمام طيب our teacher said that the earth around the sun طبعا goes around the sun true دي حقيقة يبقى انا ما غيرش اي زمن طالما حقيقة يبقى انا ما اخرش الزمن ولا اي حاجة ولا اعمل اي حاجة. طيب بعد كده my mother wants to know where ها at the moment at the moment في تلك اللحظة يبقى انا عندي زمن وعندي wants زمن مضارع وبقى where a I am ماشي. وطبعا ما ينفعش اجيب صيغة سؤال في ال a في الغير مباشر. تمام طيب بعد كده the boys say they a holiday the next the week after the week after يبقى انا هنا مأخرة الزمن بس انا عندي boys مش سيد we're having ولا have طبعا دي ما تنفعش. تمام have ولا had دي ما تنفعش برضه يبقى انا قدامي we're having ولا have a holiday week after week after يعني الاسبوع القادم او اللي بعد ذلك. تمام يبقى ايه we're having مضارع مخطط لي. طيب بعد كده you must study hard this year mom told me that that I study hard that year that year يبقى انا هنا مأخرة الزمن يبقى you must. طيب انا عايزة اخر زمن must must لا هيها ما تنفعش would have to ولا must have لا. طيب انا قدامي have to وقدامي must طب ايه اللي تنفع هتبقى ايه يا شباب هتبقى would have to دي الوحيدة اللي متأخرة متأخر زمنها لان انا عندي فعل القول هنا ايه told me يبقى انا لازم أأخر الزمن أأخر الزمن. تمام بعد كده it's time you went to bed said mom how do you do you report this sentence ازاي اقدر اقول الجملة دي mom said that it was time I went to bed هي صح لان اخرت الزمن فاختار رقم A. تمام طيب اللي بعده you would better depend on yourself من الافضل انت تعتمد على نفسك my father said that on myself I would better depend ولا I had better depend. طيب you would better وعايز انقل الكلام تمام هتبقى ايه I had better مرة واحدة I had better depend يبقى أنا أخرت بدل would had better. تمام طيب can you help me please سهيلة سيد that I could help her هي قالت إن أنا أقدر أساعدها لا ده هي بتطلب مني المساعدة asked if could I help her if could I help her طبعا لا asked me to help her سألتني إن أنا أساعدها يعني طلبت مني أيوة هي الإجابة رقم C الإجابة الصحيحة. طيب let's go for a walk Hannah for a walk Hannah بتقولي let's go for a walk يبقى Hannah suggested going for a walk suggested going اقترحت الذهاب. تمام ده بعد كده if I were you I would see another doctor عمر سيد if I were you if I were me في حاجة اسمها if I were me if he were me لو هو كان مكاني he would seen another doctor he seen لا طبعا الجملة غلط سيد if if I were you I would see a doctor برضو لا ordered me طلب مني ان انا اشوف دكتور ولا advised me بص if I were you بتستخدم اصلا نصيحة تبقى advised me تبقى ايه advised me. طيب can I leave now or wait for علي ها عبدو for علي ها asked if he could leave then or wait ولا wondered whether to leave
ولا wondered whether to leave now or A waited. خلي بالك ان هنا wait وهنا ايه waited، هنا then وهنا now، تمام؟ يبقى تبقى مين؟ طبعا اللي مأخر زمنها اللي هي then and wait، تبقى ايه؟ تبقى then and wait or wait، تمام؟ طيب بعد كده do you like fish سما؟ I asked سما whether she liked، asked سما whether to like، whether to ولا asked سما whether did she like، في حاجة اسمها did she like طبعا دي غلط، wondered whether سما liked بتسأل ماذا تحب، طبعا هتبقى الرقم A هي المظبوطة، asked سما whether she liked the fish إذا كانت تحب الإيه السمك. ده كان صفحة 171، بالتوفيق يا شباب، هنكمل بإذن الله بقية اليونت في الفيديو الجاي. ما تنسوش تدعموا القناة، كل سنة وانتم طيبين، تدعموا القناة بلايك.